عنوان الورقة هو مضمون الورقة، بمعنى أن الحقل السياسي اللي شكلته منظمة التحرير وهيمنت عليه منظمة التحرير في أواخر الستينات، هذا الحقل رأيي تحديدا بأوسلو وأكثر من 2007 تفتت إلى مجموعاته الجغرافية بالضبط، وهذا ما يحصل، هذا مش خاصة فلسطينية، هذا ما يجري الآن في العديد من الدول العربية سواء بالعراق أو سوريا أو اليمن أو ليبيا التي تتفتت إلى سواء أثنيات أو طوائف أو قبائل أو مناطق جغرافية. نحن بغياب المركز الحقل السياسي يتشكل من المؤسسات الوطنية التي تحدد ما يمكن أن يجري داخل هذا الحقل، ومن هي أدوات من أحزاب إلى اتحادات إلى هذا. كراسة أو الفكرة الأساسية في البحث، وهذا ترتب عليها ويترتب عليها الكثير من القضايا السياسية وغير السياسية، وما نراه اليوم في الواقع هو هكذا، يعني نرى أنه يصير بالضفة الغربية، يجوز حتى بالقدس شيء كمان شيء منفصل، والذي يحدث في قطاع غزة، والذي يحدث في 48، والذي يحدث بفلسطينيين شتات، أصبح أجزاء غاب عنها الكل، غابت عنها المؤسسات الوطنية التي كانت تشكل سلاح وتفاعل بين هذه المكونات، وأصبح كل قطعة جغرافية يعني عمليا تحاول أن تدير أو أن تتفاعل مع التحديات التي تواجهها. هذا جانب. بنفس الوقت بدي أميز بين الحقل السياسي بأدواته السياسية والشعبية والاتحادية والثقافات وإلى آخره، وبين الحقل الثقافي، لأن الحقل السياسي دائما معرض إلى ضغوط سواء عبر الجغرافيا السياسية كما هو الحال أو ضغوط خارجية زائد ضغوط داخلية المتشكلة من تكوين الحقل السياسي. الحقل السياسي الفلسطيني أحد أسباب سرعة التفتت أنه بني على مركزية شديدة، كان هناك مركز يدير أطراف، المركز حيث تتواجد القيادة سواء كان في عمان أو في بيروت أو في تونس أو في دمشق، والأطراف هي تجمعات أو مكونات الشعب الفلسطيني التي كانت تتلقى تعليمات أو توجيهات أو من غير ذلك. هذا الفهم النخبوي جدا للممارسة السياسية كان من حيثيات سرعة التفتت اللي صار وسهولة، خلينا أقول التفتت اللي جرى ببداية مع أوزو وبداية التسعينيات. بالنسبة للحقل الثقافي، الحقل الثقافي حر يعني غير مقيد بديكتاتورية الجغرافيا السياسية ولا بوزين القوى السياسية والعسكرية وغير ذلك. فهو لما يفشل الحقل السياسي أو ينهار الحقل السياسي يصبح الحقل الثقافي، وأنا بحكي بالثقافي بالمعنى الواسع الفكري والثقافي بتجمعات مختلفة، يصبح على الحقل الثقافي مهمة النهوض بما فشل على إنجازه الحقل السياسي، وطرح مشروع جديد لبناء حقل سياسي وطني جديد. أعتقد يعني أهمية هذا اللقاء أو هذا المؤتمر هو يحاول أن يتلمس دور للحقل الثقافي في صياغة مفهوم للممارسة السياسية الجديدة، مفهوم وطني للممارسة السياسية الجديدة.
يعني الورقة بتشرح هذا بشكل أطول بدون مشكلة الاختصار، إنه يعني قد ينحو أحيانا إلى التبسيط، بس آمل أن تكون الورقة كافية في هذا السبب. ملاحظة ثانية، ملاحظة ثالثة، رأيي بالنسبة للداخل، بالنسبة لفلسطينية 48، أنا رأي لهم دور متميز جدا على الصعيد الثقافي، وهذا إذا بنتذكر كتاب مساك نفاني بال 68 أشار إلى الثقافة المقاومة أو دور الداخل في إبراز ثقافة المقاومة، وكان يعني هو من 67 إلى من 48 إلى 67، وكان يشير بشكل أساسي إلى دور 48، بالإضافة إلى إنه جزء من مهمة الحقل الثقافي هي الحفاظ على وإغناء الرواية التاريخية الفلسطينية التي هي أساس الهوية الوطنية. وهذا يعني في الوقت اللي بنلاحظ إنه الحقل الثقافي عم يتفتت، عم يتجزأ، يبقى نلاحظ أن هذا لم يؤثر على حيوية وقوة الوطنية الفلسطينية التي تشهدوها اليوم من 48 لغزة للضفة للخارج. يعود ذلك إلى الحفاظ على ما اللي تم للرواية الوطنية، للرواية التاريخية الفلسطينية بتفاصيلها، وهي رواية مستمرة وفصولها لا زالت قائمة وستبقى قائمة ما دام الموضوع الفلسطيني، مسألة الفلسطينية، القضية الفلسطينية قائمة. لذا أنا رأيي إذا بدنا نستخلص شيء، إذا بدي أنا استخلص شيء من هذا الكلام، هو ضرورة تفكير بكيف يمكن إغناء وتفعيل دور الحقل الثقافي. وبكرر، الحقل الثقافي ليس محصوراً لا بالموسيقى ولا بالشعر ولا بالرواية ولا بالأغنية، وجميعها مهمة، ولا باللوحة، ومنذ كذلك بمراكز التي تنتج الفكر بأشكال مختلفة، بما فيها الجامعات، بما فيها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بما فيها مدى الكرمل والمراكز الأخرى المتواجدة هنا وفي الشتات. ويعني يسعدني إنه أشوف على هذه الطاولة يعني ممثلين من حقول ثقافية مختلفة، حقول وأماكن جغرافية مختلفة، وهذا دليل، أعتقد دليل صحة ودليل حيوية. بالحاجة إذن زيادة خلق صلات. أنا لا أعرف مثلاً ما الذي يمنع أن يكون هناك مثلاً اتحاد كتاب أو اتحاد فنانين أو اتحاد سينمائيين أو اتحاد روائيين يشمل فلسطينيين من الداخل 48 من الأمة، وفلسطينيين من الضفة، فلسطين من غزة، فلسطين من الأردن، فلسطين من الخارج، لخلق هذا، إبقاء هذه الحيوية حتى لا نقع فريسة الإحباط الذي تولد عن التفتت الذي حصل للحق السياسي بغياب مؤسساتنا الوطنية من المجلس الوطني اللي لم يعد سوى اسم يستغل للواقع، بات اسما وبات عنوانا يستغل للحفاظ على السلطة وليس على لبناء الدولة. الآن الصراع رأيي هو كيف نحافظ على السلطة هنا وهناك، نحافظ على السلطة في غزة، نحافظ على السلطة في الضفة الغربية، وأصبح موضوع الدولة برأيي مجرد رماد في العيون. وبكتفي عند هذا الحد.